ولكن ما نقلك ما كانش موعد وكاين الناس ما دايروش تحاليل كيخصنا نديرو التحاليل عاد نبداو باش الباقي مقيد رحنا اتفقنا باش نوزعو عليهم هاد الحصة اللي كاينة ديال الدقيق المواد الغذائية غادي توزع عليهم وغادي نعاودوا مع نهار ان شاء الله نهار اخر غادي يجيو وغادي يكون عندهم تحاليل لان الاطباء طلبوا مع وغادي نديروا واحد الموعد نهار اخر ان شاء الله لان الاطباء طلبوا منا التحليلات ديال الاولاد عاد المشكل من كيرجع هذا المشكل بحق يرجع لكل شيء باش يتحمل فيه المسؤوليه لان علاش غير نساو هذه القضيه ديال التحليل بحال اللي استنسات عليها الجمعيه وصلنا ماشي الجمعيه استنسات عليها القضيه ديال التحليل كانوا داروا معهم التزام ولكن كاين التحليل نساو هذا هو علاش هذا هو العذر اللي كاين ودابا في هذه الحاله اسمو غادي ديروا انتم كجمعيه غادي ان شاء الله من هنا لقدام غادي جمعيه الارقام غادي تعاود موعد اخر وغادي يديروا تحاليل مع الطبيب الاطباء وغادي ان شاء الله بحول الله عملوا فيسر الله عملكم ورسوله والمؤمنين من رئيس جمعية الأرقم للتنمية والتضامن والتكافل الاجتماعي بزيو إلى كل من أسأل أو تساءل من اسم هذه الجمعية ومن أطلقه عليها ومن هو الأرقم المذكور إليكم التوضيح التالي على بركة الله تأسست جمعية الأرقم بهداية وإلهام من الله سبحانه وتعالى وذلك بناء على ما يقوم به سيدنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد من الجانب الإنساني كتدشينه المرافق ذات النفع العام مثل بناء دور الطالب والطالبة ومراكز التكوين المهني وبناء المساجد والمستشفيات والمستوصفات ودار المعافين والعجزة وجاب المياه الصالحة للشرب ومدارس القرآن الكريم وعلى رأسها إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم التي ستبقى لسيدنا الجلالة الملك وللأسرة العلوية الشريفة صدقة جارية والرحمة ونورا على أسلافهم الميامين حتى يرث الله الأرض ومن عليها وليعلم كل مغربي من ساكنة هذا الوطن العزيز بأن الله قد أحب هذا البلد الأمين وأهدى له رحمته منذ قرون مضت والتي تتجلى في ملوك الدولة العلوية الشريفة لأجل أن نثير أن تنير طريق كافة المغاربة ومن أحبه الله سبحانه وتعالى ويجعل له نورا يهتدي بهما والحمد لله أن جل المغاربة يتمتعون بالرحمة المهداة والأمن والأمان والسلم والإطمئنان والحمد لله أن بلدنا خرج من مؤامرات الربيع العربي مثل الشعرة من العجين بفضل وجود ملكنا الهمام وبوعي كافة الشعب المغربي والذي ألهمه الله سبحانه وتعالى بأن يلتزم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وأعظمها طاعة أولي الأمر ملوكنا أبا عن جد وهذه هي الروح الوطنية وروح المسؤولية ويترك من يريد أن يلعب في الماء العكر وينتظر ويرى كيف تدور عليه الدوائر ونكتفي بهذه السطور التي كتبت بروح وطنية والتي ورثناها من جدنا القائد المقاوم محمد بن قدور الكوراري الذي تقلون أن أبان حياته منصب قائد بظهير الشريف أنذاك وحارب المستعمر الغاشم ونفي عدة مرات وحرق منزله
وقتلت ماسيته وتوفي على إثر جرح غائر أخذه من المعركة في معركة سلوان العروي. وكان هذا لأجل استقلال هذا الوطن العزيز ولأجل رجوع ملكنا الراحل المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه من منفاه السحير، ومعه كفة الأسرة العلوية الشريفة مرفوعة الرأس. وعلم هذا الوطن يرفرف عاليا عاليا ليعلم المستعمر الغاشم بأن لهذا الوطن رجلا رجالا لا يخافون لا يخافون الموت ويهابون أرواحهم وأبنائهم لأجل استقلال هذا الوطن ورافع رايته عاليا. توضيح: من أطلق الاسم على الجمعية سميت الجمعية باسم صحابي جليل وهو الأرقم ابن أبي الأرقم رئيس الجمعية مصطفى الطاهري، هو من أطلق هذا الاسم على الجمعية وكاتب هذا التوضيح. والسلام وتقبلوا فائق التقدير والاحترام بموافقة أعضاء الجمعية، كتب ونشر على التوضيح لمن يهمه الأمر.